السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيسبر كو فوز علي بيان. دونك الفيديو ديال اليوم غادي يكون خاص بلي فيغور دو ستيل، خاصة انه في هاد الاواخر هادو بزاف ديال التلاميذ والتلميذات كيصيفطوا ليا دي ميساج سوا في انستغرام سوا في لاباج فيسبوك، تيقولوا ليا بغينا فيديو على لي فيغور دو ستيل، واش ممكن تشرحي لينا لي فيغور دو ستيل. دونك اليوم غادي نشوفوا لي فيغور دو ستيل دانالوجي دوبوزيسيون اي دو داتينياسيون et enfin d'insistance. كل figure de style غنشوفو كل مجموعة شنو فيها وكل وحدة على حدة avec des exemples. D'accord? Alors غادي نبداو بلي figure d'analogie. Donc les figures d'analogie مقسم ليا trois ديال لي كوب. عندي la comparaison, la métaphore, la personnification. غادي نشوفو شنو الفرق ما بين هاد التلاتة هادو. Alors la comparaison l'aglabia tiعرفوها. Donc la comparaison c'est le fait de rapprocher entre deux éléments par un outil. كيفاش زعما هي اننا نرابروشيو جوج ديال الاشياء بواحد لوتيل. غادي نشوفو الفرق ما بيناتها وبين الميتافور. دونك قلنا الكومباريزون هي رابروشي entre deux éléments par un outil. هاد لوتيل هاد الاداه اللي كنستعمل باش نرابروشي نقرب هادوك جوج د الحوايج كتكون يا اما كوم يا اما باغاي يا اما اون ديغي. الحاجه اللي ما كيعرفهاش الاغلبيه وهما هادو. دونك الاغلبيه فيكم كيشوف كيقلب على تيقولوا لي مثلا في السؤال قلب على لا كومباريزون كيمشي كيقلب على دي فراز اللي فيهم كوم، راه ماشي ديما كنلقى هذيك كوم. D'accord. Donc il y a immalqa comme, il y a immalqa pareil, il y a immalqa on dirait, il y a imma tel que, et etc. Donc tout le bel rah mashi ghir comme li kayna. Alors on chouf hnaya exemple. بالنسبه les exemples, on dit elle était douce pareil à un ange. Donc كانت douce pareil li كتعني حتى هي مثل un ange. Un ange ou un malak. Donc, il était douce, pareil à un ange. Le bain mort est comme un enfer. Donc, ou soft avec le bain mort, avec le hammam, bhashi jahannam, qui m'a osfoulina, Ahmed Sfrawi. Donc, on a deux exemples. Il était douce, pareil à un ange. Le bain mort est comme un enfer. D'accord. Donc, la comparaison qu'on osf biha, bstimali adet. Ok. La métaphore. La métaphore, c'est le fait de rapprocher entre deux éléments, mais sans outil. Yani, bidouni edet. Hiya annani. Tanoussof wahed l'haja. Tanqarrab ma bin juj diyal l'hwayj. Mishtarkin fwahed sifa. Walakin bla ma nistamel shi edet. Exemple. Le bain mort est un enfer. Donc, il a rdejou l'bal hnaya. Hnaya f l'exemple numéro 1. Fash kan tendi la comparaison, stamel tkom. Hnaya f l'métaphore. محيطكم. دونك كتولي ميتافور. لو با مور اي ان انفير. داكور. دونك هذا هو الفرق ما بين لا كومباريزون اي لا ميتافور. لا كومباريزون سي كنستعمل واحد الاداه ما بين جوج ديال الحوايج كيشتركوا في واحد الصفه. لا ميتافور ما كنستعملش حتى شي اداه. داكور. Alors, غادي ندوزو la personnification. La personnification, اشني la personnification? C'est le fait d'exprimer une idée sous les traits d'une personne. بمعنى انني كنشد واحد الصفة اللي هي صفة انسان وكنعطيها لواحد الشيء او لواحد الحيوان او لا شي حاجة جماد ما تتحركش. دونك كنشد واحد الصفة. مثلا exemple, la rivière parlait plus haut. Donc, la rivière, la rivière, كتهضر بجد. Donc, est-ce que la rivière parle? Non. ما تهضرش. ولكن حنا عطيناها الصفة ديال الهضرة، عطيناها ليها. وغنشوفوا هذا الاكزامبل الاخر اللي هو شائع، كلشي كيعرفوا. لا فاش كيري. لا فاش كيري. كنقول على فاش كيري. دونك هذيك لا فاش كيري راه سي اون بيرسونيفيكاسيون. علاش؟ بويسك هذاك لو غير اي بروبر ا ليتر هومان. شكون اللي كيضحك؟ بنادم اللي كيضحك. لا فاش ما كتضحكش، البقره ما كتضحكش. دونك شديت هذيك الصفه ديال الضحك وعطيتها ولا
طبقتها على البقرة. دونك هادو دو زيكزامبل دو بيرسونيفيكاسيون. لا ريفيير بارلي بلو هو، لا ريفيير نو بارل با، دونك كي بارل سي لوم، ليتر هومان هو اللي تيهضر. دونك الهضره لصقتها لا ريفيير. هنايا هنايا تاني لافاش كيري، الضحك اسندته يعني عطيتو لافاش. D'accord. Donc, la personnification, c'est le fait d'exprimer une idée sous les traits d'une personne. Alors, ado, betleta, kano les figures d'analogie, la comparaison, la métaphore, la personnification. Netmene kono wadhin. Les figures d'opposition. Donc, les figures d'opposition, elles ne font pas de lettres. L'antithèse, l'oxymore, l'antiphrase. Alors, je n'ai pas les figures d'opposition. Alors, l'opposition, il y a un tadad. Donc, si hajam, c'est un tadad, mais hajam. Donc, il y a l'antithèse, l'oxymore, l'antiphrase. Alors, je n'ai pas le Alors, l'antithèse, deux idées opposées. Qui fait justement, par exemple, c'est toi qui pleures et Amine qui rit. Donc, on dit, juge, diel, les verbes, fnefs la phrase, mais ils sont opposés, mtadadin, pleurer et rire. Qui dhak, qui bki. Walakin, achallah donnaya, bli, had, pleure, وغي مفرقين ماشي وحده ملاصقه مع الاخرى ماشي اتاشي ماشي وحده حدا الاخرى دونك ils sont opposés ولكن كاينين بيناتهم كلمات دابا نشوفوا علاش غنشوفوا علاش حددنا هاد اللقطه هادي ديال انهم مفارقين هما ils sont opposés ولكن مفارقين بكلمات اخرى j'ai le mauvais rôle et tu as le bon هنايا هذا راه ماخوذ من انتيغون Parce qu'elle a créé, j'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Donc, on dit mauvais et bon. Mauvais, ou le contraire dit le bon. Donc, khayb, mzien. Ce sont des contraires. Ce sont des antonymes. Au moins, juge, j'ai le kalimat, c'est un peu d'un. Yak. Ou la kin, mashi attaché, mashi wahda hada l'khra. علاش تنقول لكم هاد وحده حدا الاخرى ولا ماشي وحده حدا الاخرى علاش حيتاش عندي لوكسيمور لوكسيمور هما نفس الحاجه بحال انتيتيز جوج كلمات متضادين ولكن شنو الفرق لوكسيمور الي اتاش ils sont attachés هادوك لي مو كلمه حدا كلمه ils sont opposés ومتضادين alors que l'antithèse شتي الا كتشوفوا هنايا بلور كاينه اي امين كي Donc, kaina jumla, kaina, pardon, kaina trois mots, nqdrou nqoulou tlata d lkalimat, had kaina ri. Amma hnaya floximor, kaina des nuits blanches. C'est un mort vivant, une pluie sèche. Yandi deux mots, mtabin, ou ils sont opposés. D'accord? Donc, gna, l'antithèse. هما جوج كلمات متضادين ولكن متباعدين ولكن لوكسيمور هما جوج كلمات متضادين ولكن يلسون اتاشي وحده حدا الاخرى واخا غادي نشرحوا هاد لوكسيمور اكثر عندي دينوي بلانش وهما راه ماشي بالضروره انه يكونوا جوج كلمات وحده حدا الاخرى وتكون الكونترير ديالها فعلا يقدر يكون غير لو سونس غير المعنى مثلا عندي هنا دينوي بلانش لينوي كي كيكونوا يكونوا كحلين بلانش هي اش هي بيضة دونك عندي الليالي البيضاء والليل المعمور تيكون بيض دونك غير في لو سونس راه متضادين داكوغ عندي هنا سي تا مور فيفون هادي راه سي لو كونترير نيت ميت حي اون بلوي سيش مطر سيش ناشف واش المطر كيكون ناشف لا دونك في لو سونس راه متعكسين
D'accord? Donc, la chose que vous avez à penser, c'est que l'antithèse, ce sont deux mots, juste les kalimat, mutadaddin, ou juste les af'al, mutadaddin, ou la. Mouim, kalimat, c'est qu'on a mutadaddin, ou la kin mutbaadin. Alors que l'oxymore, c'est qu'on a mutadaddin, ou la kin, ou hda attaché à l'khura, ou hda tabé à l'khura. D'accord? عندي تاني لانتيفراز. لانتيفراز شنو هي لانتيفراز؟ لانتيفراز عندي هنايا باغ ايروني اون دي لو كونترير دو سو كون بونس. دونك لانتيفراز قلنا باغ ايروني اون دي لو كونترير دو سو كون بونس، يعني كنقولها بالسخريه، بهذيك السخريه كنقول لو كونترير دو سو كون بونس، كنقول العكس ديال داكشي اللي انا كنفكر فيه، غير باش انني نسخر مثلا من شي واحد. باغ اكزومبل عندي هنايا جادور تا نوفيل كوب دو شوفو، باللي زعما مثلا جات عندك شي وحده شعرها كاع خربقات وقرجات بمعنى الكلمه، وكاع مشعكه وحالتها حاله، وتنقول لها جادور تا نوفيل كوب دو شوفو، واش انا فعلا عجبتني؟ نو، مي بحال بغيت نسخر منها، بحال بغيت نضحك عليها. ولا باغ اكزومبل المثال اللي غادي يبان لكم واضح اكثر هو انه مثلا فاش مثلا تجيب شي واحد، مثلا انت تجيب ربعة في شي اكزام، ياك شي امتحان تجيبو، وتجيبو مثلا تتقول لباك جبت ربعة الواليد في كذا كذا، اش تيقول لك هو؟ تيقول لك تبارك الله عليك انت عبقري. داكوغ، دونك واش انت فعلا عبقري؟ واش انت هو اشنو قال لك هكا باش يضحك عليك؟ داكوغ، داكوغ. دونك غير باش انني نسخر كنقول العكس ديال داكشي اللي انا كنبونسي. داكوغ، الوغ عندي هنايا قلنا لي فيغور دو بوزيسيون، لانتيتيز، لوكسيمور اي لانتيفراز. لانتيتيز هما دو مو اوبوزي ولكن متباعدين، لوكسيمور هما دو مو اوبوزي ولكن وحده اتاشي مع الاخرى، وحده حدا الاخرى. اي لانتيفراز كنقول داكشي اللي انا ما تنفكرش فيه، داكشي اللي كنفكر في العكس ديالو. كما قلنا مثلا جبتي ربعه تتمشي تقول لك باك تبارك الله على العبقري ديالنا، مجهد انت. داكوغ، غير باغ ايروني باش انه يسخر منك. الوغ جيسبيغ يكونوا واضحين. غادي ندوزو دابا لي فيغور داتينياسيون. شنو هما هاد لي فيغور داتينياسيون؟ لي فيغور داتينياسيون كنقولوهم باش انهم نقصوا من شي حاجه. كيفاش زعما؟ غنشوفو عندنا لا ليتوت وعندنا لوفيميزم. دونك لا ليتوت، la litote on dit peu pour exprimer davantage. Donc kengoul chi haja باش انني نكسبريمي بها شي حاجه اللي بزاف. Donc on dit peu pour exprimer davantage. Alors par exemple kengoul مثلا شي واحد ce n'est pas mal، كنقول هذا الشيء راه ماشي خايب، بمعنى وانا اش قصدت بها؟ قصدت بها راه سي تري بيان. داكوغ، دونك كنقول بو، اون دي بو، كنقول شي حاجه اللي قليله كنقص باش انني اكسبريمي شي حاجه اللي مزيانه. داكوغ، وعندي لوفيميزم. اشنا هو لوفيميزم؟ اون امبلوا على بلاص دا مو جوجي بروتال ان اوتر مو او سونس اتينوي. بمعنى اش؟ بمعنى كندير واحد الكلمه كنستعملها اللي عندها معنى ناقص في الحده ديالو على واحد الكلمه كانت غتقال وغتكون صعيبه شويه. بحالاش مثلا باغ اكزومبل اني بلو تو جون، كيفاش زعما؟ مثلا شي واحد جا عندك شي باني ياك، و تيقول لك واش قال لك واش كان بان لك شي باني، انت تقول لي لا لا ماشي بزاف، انت باقي صغير، باقي شويه، فهمتي؟ باقي شويه صغير.
بس ما تقولش لي انت هذا تو اي فيو داكوغ، ما تنقولوش لي راه انت شيباني، تنقصو من الحده ديال هذيك تا شيباني ديالو باش اننا نقولوا ليه لا راه باقي انت شباب داكوغ. او لا باغ اكزومبل عندنا في الرومون ديال انتيغون، انتيغون نوزا ديجا كيتي تو، دونك فاش ماتت اش قال كريون؟ قال انتيغون نوزا ديجا كيتي تو، ما بغاش يقول الي مورت، ما بغاش يقول لولو راه انتيغون راه مات، قال ليهم راه خلاتنا. ولا مثلا بحال مثلا فاش يموت شي واحد تتمشي تعزيه تتقول ليه مثلا بلا ما تقول ليه راه توفى هذا وهذا، تتقول ليه مشى عند الله داكو، لا تقول ليه البركة في راسكم بحال هكا. المهم تنستعمل واحد الكلمات لانهم تنقصوا ليا من ديك الحده ديال دوك الكلمات اللي انا كنت غادي نقول. Alors j'espère que nous voudrions donner les figures d'atténuation en la litote et l'euphémisme. Alors les figures d'insistance. Les figures d'insistance indiquent 4. L'hyperbole, la gradation, l'anaphore, la répétition. Alors on va voir le fark ma bin adrabaad. L'hyperbole, on emploie des termes exagérés. Donc l'hyperbole, c'est quelque chose qui est tenzid fi. بمعنى الحقيقي ديال طلق سلوكي، يعني هي هذيك تزيد فيه. بحال مثلا اش اكزامبل اتر مور دو رير، واش انت تموت بالضحك؟ نيت فعلا كتموت؟ لا، غير تنقول لي مثلا انا تنموت بالضحك، تنموت بالضحك، ولكن انا ماشي فعلا كنموت، غير كنزيد فيه. مثلا جو مور دو فان، كنموت بالجوع. انت فعلا كتموت بالجوع؟ لا، ولكن كتزيد فيه، كتاكزاجيري داكوغ. دونك ليبربول هي واحد الفيغور دو ستيل فين كان اكزاجيري، فين كنزيد فيه. اكزومبل قلنا اتر مور دو رير ولا جو مور دو فان. الوغ دوزيام فيغور عندنا لا غراداسيون. اشنو هي لا غراداسيون؟ لا غراداسيون هي انني كنبقى غادي وكنطلع. غتشوفوا في ليكزومبل غتفهموا. دونك هنايا باغ اكزومبل عندي فا كور فول، مشى جرى طار داكوغ. دونك غادي وتيطلع، كان غادي شويه ولا تيجري شويه طار زعما. دونك سي اون غراداسيون. اكزومبل نيميرو 2 جو ليم ان بو un peu beaucoup. كون قلت un peu beaucoup غيكون هذا غيكون اوكسيمور. دونك لا كنشوف الجمله كامله. je l'aime un peu beaucoup passionnément. دونك je l'aime شويه بزاف passionnément بكل شغف. دونك غادي وكنطلع في لامور ديالو. هذه هي لا غراداسيون. الوغ الاخرى لانافور. لانافور كنهضروا على لانافور لوغسكون ريبيت ان مو او اكسبرسيون او ديبي. سطرو ليا مزيان على هاد او ديبي دو لا فراز. مثلا عندي هنايا مثلا شي قصيده شعريه ولا شي حاجه، هنايا عندي كو تو اي بيل ما بيان ايمي، كو تو اي بيل كوانتيك دي كوانتيك. هنايا شنو معاود؟ كو تو اي بيل في الاول ديال لا فراز، كو تو اي بيل في الاول ديال لا فراز الاخرى. دونك هنايا بحال عندي شي قصيده شعريه، كو تو اي بيل كو تو اي بيل معاوده. دونك اون ريبيت ان مو او اكسبرسيون او ديبي دو لا فراز، في البدايه ديال الجمله. سطروا عليها مزيان انا نقول لكم علاش. من جهه اخرى كنلقاو لا ريبيتيسيون. لا ريبيتيسيون هي لا ريبريز دان مو او ان غروب دو مو على انتيريور دون فراز. اش قلنا في لانافور؟ او ديبي دو لا فراز. ولكن لا ريبيتيسيون على انتيريور، يعني لداخل ديال واحد الجمله ولا لداخل ديال واحد الباراغراف داكوغ. دونك هذا هو الفرق ما بين لانافور ولا ريبيتيسيون. لانافور كتكون اون ريبيت ان مو او بيان اكسبرسيون او ديبي دو لا فراز، في البدايه ديال الجمله. ولكن لا ريبيتيسيون كتكون
يا إما في وسط ديال الجملة، يا إما في الوسط ديال الباراغراف اتسيتيرا. المهم في الوسط، على الانتيغيور، الداخل. اكزومبل، il avait un gros nez، un gros front، de gros yeux. الحاجة اللي معاودة هنا هنايا هي غرو غرو غرو، داكوغ؟ دونك لانافور في بداية الجملة، ريبيتيسيون كتكون معاودة، معاودة في بداية الجملة. لانافور قلنا معاودة او ديبي دو لا فراز، لا ريبيتيسيون ا لانتيريور دون فراز، في الداخل ديال الجملة. D'accord, donc hado, ce sont hado kamlin barba, ce sont les figures d'insistance. Les figures d'insistance, kanstamlhom bach annani insister, n'akked ala wahed lfikra. Voilà. Donc hado kanu les figures, l'anwa dial les figures li anna w li khass ndebtom bach annani naqdar njawab ala les questions qui sont soit dans le régional, soit dans les examens qui sont dans le qism. Donc, khulasa, عندي les figures de style, عندي les figures d'analogie, la comparaison, la métaphore, la personnification, عندي les figures d'opposition, l'antithèse, l'oxymore, l'antiphrase, et les figures d'atténuation, la litote, l'euphémisme, et enfin, on dit les figures d'insistance, les homas, l'hyperbole, la gradation, l'anaphore et la répétition. Donc, quand maintenant, il connaît ce qu'il me faut, il me fait une chose, je vais vous montrer la page Insta qui vient de là. كاين باج فيسبوك تاعي، ديروا غي دروس الدعم راه تطلع لكم. كنتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هذا الفيديو. ان شاء الله في فيديو جاي غنشوفوا دروس اخرى، وغنشوفوا دي شابيت اخرى على قبل لي غومون الاخرين، نماذج ديال لي زيكزام تاع هما. كنتمنى لكم التوفيق والله يسر لكم.